اهلين، كيف دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله نلقاكم هاد الفيديو شاصل هنا. اليوم غادي نقدم لكم خبز برجر. الخبز باش كنصوبوهم برجر لطريقه سهله، ما غاديش نحتاجو لا حليب لا زبده. عجينه كتجي زوينه وكتعطيك كميه كثيره، وخصوصا دابا الناس كيحتاجوا بزاف هاد الوصفات السريعه. عشان نقدم لكم هاد الوصفه ديال الهمبرجر، ديال خبز همبرجر. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش لايك وبارطاج، وكذلك تدري ابوني يوكو على كل ما جديد. ودابا نتلاقاو باش نشوفوا المقادير والطريقه اللي غادي نحتاجو نديرو هاد خبز برجر. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو نصف كيلو ديال الدقيق. كما قلت لكم المقادير ما غاديش يكونوا كتار، ولكن كيجي خبز زوين. ونقول لكم المقادير ونسلق ندير العجين ديالي. بعد ما درنا الدقيق كنزيد عليها خميرة اللي غادي نحتاجو معلقة حسب الجو. كنجيو بالك ديال مقة كبيرة كنجيو سخون كديرو غير صغيرة. وغنحتاجو كديرك ملحة وملعقة كذلك ديال السنيدة، ونضيفو ربع كاس ديال زيت العود. مبغيتوش العود، تقدرو ديرو هاديك لخرى زيت العادية. ونحتاجو جوج بيضات. المهم نديرو المقادير كاملين في خطرة. بغيتو تنسمو هاد الخبز ديالكم تقدرو تزيدو نسمة دابا، مبغيتوش تخلو هكا. ومن بعد كنعجن العجين ديالي بكاس ديال الماء يكون دافي. وما كديفو حتى شي حاجه مازال، كديرو كاس ديال الماء مع نص كيلو ديال الدقيق كيجي هو هذاك. المهم نعجنو العجينه ديالنا مزيان، المهم كدلكوه مزيان. ما غادي نضيفو مازال الماء، داك كيما قلت لكم داك الكاس كافي. هانتوما كتشوفو العجينه كتجي هكا كتلصق ماشي قاصحه. من بعد كناخدها وكندير ليها فيم اليمونتيغ ونخليها على جنب حتى تخمر بزاف، كتطاف الحجم ديالها. بعد ما خمرات العجينه ديالي كما كتشوفوا، دابا غادي ناخذها ونبدا نقرصها. هي راه كتلصق شويه كما قلت لكم. قدروا كذلك تضعفوا المقادير، كديروا كيلو ديال الدقيق مع جوج كيسان ديال الماء. غادي نبدا نقرص هاد العجين. بغيتو خبز يكون كبير كتقسمو على خمسة ولا ستة. بغيتو سخون كديرو حسب نتوما شحال بغيتو عينكم ميزانكم. كتعاونو شوية بالزيت باش هكاك متلصقش ليكم في يديكم. انتي لا دوتو دكيك عادي زيت العجينه تقصح، حنا ما بغيناش تقطع، بغينا تبقى هكاك رطبه. شي كندير شويه ديال الزيت، ومن بعد كنا غادي نستفوهم في لاطا نخليو على جنب يخمروا عاوتاني. المهم تحاولوا ديروا تقعده واحده. بعد ما خمروا كما كتشوفوا انا درت غير ميني همبرغ، ما جاتهمش كبار بزاف. غادي ناخذهم وندهنهم ببيض اللي خلط معاه شويه ديال الملحه، ومن بعد كندير عليهم شويه زنجلان. نقدروا تبدلوا زنجلان ببافو ولا زنجلان الابيض ولا السانوج، انا درت غير الزنجلان العادي. وكذلك تقدروا تخليهم هكاك سامبل بلا حتى شي حاجه، ديروهم غير بالبيض وتخليهم هكاك. ومن بعد غادي ناخذهم ونديرهم في الفران اللي سخنت مسكين، ونديروا عافيه غير من التحت. ممكن تبقى شكل ديال الخبز، نديروا عافيه غير من التحت حتى كتشوفوا صافي طابط. ومن بعد كنشعلوا الفوق باش كيتحمروا شويه، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الخبز ديالنا بعد ما طاب.
الخبز ديالنا بعد ما طا كما كتشوفوا حينا تا ولا مذهب الفوق مزيان. أه غادي نستعملو دابا، تقدروا تستعملو ما بغيتوش تقدروا ديروا هكاك في شي بلاستيك وديروا في فريغو حتى كون تبغوا من بعد تسخنوا عاوتاني كيبقى هكاك رطب. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه ان شاء الله جربوها كما قلت لكم دابا الناس في المدرسه قربات الناس كيبغوا هاد الوصفات السريعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله وديروا بارطاج باش هكاك حتى الناس لحبابكم حتى هما يجربوا هاد الوصفه. نتلقاو ان شاء الله في وصفه قديمه ان شاء الله. صباح الخير.